بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة من الهند، لأنها الحقيقة لسه راجع من الهند ومتأثر بزيارة رحتها هناك. أنا الحقيقة كنت عملت حلقة قبل كده على تاج محل. تاج محل دون يعني قصر رائع 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 في الهند، بس الحقيقة كنت عملت الحلقة وأنا ما شفتوش. أنا المرة دي رحت الهند واتفرجت على تاج محل. يا جماعة بصراحة حاجة تحفة معمارية رائعة. هو مبني فوق نهر، يعني النهر عامل حواليه زي هلال كده، والمية من كل مكان، وازاي ان البناء الضخم جدا دون اللي هو مبني في هذا الجو الغير طبيعي. تاج محل الحقيقة احد عجائب الدنيا السبع، بيزوره كل سنة 4 مليون سائح، والحقيقة قصة بنائه هي اجمل ما فيه، وهي القصة اكتر حاجة بتشوق الناس اللي موجودة هناك. يا جماعة تاج محل ده مدفن، يعني هو مش قصر كان عايش فيه ناس، لا ده مدفن. مدفن مين؟ مدفن واحدة ست اسمها امتياز. هي كانت زوجة الملك اللي كان بيحكم الهند، وكان بالمناسبة ملك مسلم. الملك دون لما جت مراته تموت طلبت منه 3 طلبات. طلبت الاولاني ما يتجوزش بعدها، مفهومة والستات كلها بتعمل كده. الطلب التاني انه يحافظ على اولادها ويرعيهم. الطلب التالت انه يبني لها بناء يخلي الناس تزوره من حلاوته، عشان يفضل في حد يؤنسها وما تشعرش بالوحدة في قبرها. فعمل تاج محل وفاء لزوجته، مبنى خرافي يا جماعة، آيات قرآنية مزخرفة، الرخام اللي شكله نادر، أنا عمري ما شفت رخام بالجمال دون، والمكان رائع وواسع. لكن الحقيقة اللي أنا عايز أقوله حاجة جامدة جدا، بعد ما أتم البناء وعمل المكان اللي هي اتدفنت فيه في هذا المكان، جه ابنه وانتزع منه الحكم وطرد الأب من قيادة الهند، وقام واخد أبوه وحبسه في قلعة بعيدة عن تاج محل، عن المكان اللي مدفونة فيه الست. فالأب طلب من ابنه، أنا مش عايز غير إن القلعة دي يبقى فيها شباك بيبص على قبر أمك، إيه الحب العجيب ده وإيه الوفاء ده؟ والابن استجاب لرغبة أبوه، والمكان ده موجود إلى الآن وأنا زرته. قلعة فيها حجرة، الحجرة فيها شباك، الشباك ده بيشوف تاج محل بالكامل. وفضل الأب في هذا السجن إلى أن مات. بعد ما مات ابنه بدأ يشعر بالندم، بس طبعا يعني متأخر قوي، لكن لقى أبوه كاتب رسالة: كل ما أرجوه شيء واحد فقط، أن أدفن بجوار زوجتي الحبيبة. ودفن الملك جنب مراته في نفس المكان في تاج محل. وانا لما زرت تاج محل شفت قبر الاثنين، الملك ومراته امتياز. القصة الحقيقة فيها ان كل الناس اللي بتدخل هناك بتتأثر بالوفاء والحب. يعني يا جماعة الناس بتتأثر بالمبنى وجمال المبنى وعبقرية البناء، وانه من احد عجائب الدنيا السبع زي الهرم، لكن بيتأثروا اكتر بالوفاء وبالحب الكبير. بسمة امل لقصص الحب والوفاء، لا بسمة أمل لحاجة تانية. أكتر مبنيين بيزوروا الناس في العالم تاج محل وقصر غرناطة، قصر الحمرة، والاتنين بناهم المسلمين لما كان تاريخهم عريق. بسمة أمل لتاريخنا العريق، بسمة أمل للحب والوفاء. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.